بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الطبية الجميلة الرائعة، بنقدم لكم النهاردة كل ما هو جديد وجديد. جبت لكم النهاردة المرتبة الهوائية سوبر كير، تمام؟ زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بتكون بالشكل ده. طبعا دي مرتبة جميلة جدا اللي هم مرضى القرحة، تمام؟ ده طبعا بيكون عرض المرتبة بيكون 90 سنتي في طول 2 متر، تمام؟ دي طبعا بتشيل لحد 130 كيلو 140 كيلو. ده طبعا مكوناتها من الداخل زي ما احنا شايفين، ده شكل الموتور او الكمبروسر اللي هو الهواء، تمام؟ والمرتبه بتيجي بالشكل ده، تمام؟ وبيجي معاها كتالوج بيعرفكوا ازاي طريقه توصيل المرتبه الهوائيه سوبر كير، مرتبه جميله جدا قويه ورائعه، تمام حضراتكم؟ تيجي بالشكل ده، ده طبعا شكل المرتبه. تمام، من الداخل بتكون بالشكل ده، ده طبعا بيجي معاها خرطوم التوصيل، تمام؟ ده خرطوم التوصيل، والمرتبة زي ما انتم شايفينها بتكون من الداخل بالشكل ده، تمام حضراتكم؟ بيكون عرض 90 سم في 2 متر زي ما بقول لحضراتكم، تمام؟ قوة الموتور عالية جدا وسعرها هايل جدا لو انتم حابين تطلبوها، ولو حابين تستفسروا عنها على أي شيء بتسيبوا لنا تعليق أسفل الفيديو وإحنا بنرد على حضراتكم، وبيوجد شحن لدينا في جميع المحافظات داخل وخارج مصر، وما تنسوش طبعا تدعمونا القناة بلايك وسبسكرايب عشان نوصل لكم كل ما هو جديد من منتجاتنا الطبية الجميلة الرائعة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.